دينيه بامتياز. بمعنى لما كنقولوا الدوله الدينيه راه ماشي يعني دوله دينيه تحترم الدين، لا راه ماشي في هذاك المفهوم. يعني الدوله التيوقراطيه اللي كيستمد الحاكم ديالها الشرعيه ديالو من عند الاله ولا يمكن محاسبته ويكون مقدس، هذا الشيء هو اللي كنعيشوه اليوم حنا في المغرب، يعني في إمارة المؤمنين اللي اليوم كنعيشوا في المغرب. يعني كيقول لك أنه هو يعني حفيد للرسول، كينسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح حتى في السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما ولدش الأولاد. ثانيا مسألة ديال أنك لا يمكن محاسبته، يعني كيبقى دائما شخص مقدس فوق القانون، كاين القانون هو كيكون فوق القانون وما كاينش قانون اللي كيحاسبه. وفي نفس الوقت يعني يستمد الشرعية ديالو يعني من عند الإله، ويستغل الدين الإسلامي كدين يعني يشرع به ما يريد هو. ولهذا كنشوفوا يعني حتى في يعني المساجد، يعني كانوا حضروا على إمارات يعني في وقت الدستور مثلا، كانوا كيقولوا الناس يعني صوتوا بنعم والا راه غتمشيو لجهنم، فهمتني؟ وهذا غير صحيح، ويتعارض حتى مع المبادئ الدينيه او حتى مع الاسلام براسه. علاش؟ لانهم يستغلون الدين المساجد من اجل يعني تبرير يعني المواقف ديالهم السياسيه والمصالح الشخصيه والى اخره. إذا نحن في المغرب يعني لسنا بدولة ديمقراطية، وبعيدين كل البعد عن الديمقراطية، لأن كيف قلت لكم في الحلقات الأخرى ما عندناش فصل حقيقي للسلطات، ولا توجد رب مسؤولي بالمحاسبة. والديمقراطية كتقول بأن يعني الشعب يعني يختار من يحكمه أو من يمثله ويحاسبه وإلى آخره، مع الحريات إلى آخره. يعني نحن نعيش في دولة يعني دينية بمعنى الكلمة، يعني دولة تيوقراطية، دولة اللي كانت في القرون الوسطى في أوروبا البابوية، ومن ما كيتفقش معاهم كيقتلوك ويخشوك في السجون ولا يعني غير. اليوم ما بقاش يعني نفس الشكل اللي هو في 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 في, في أوروبا في ذاك الوقت. اليوم حنا عندنا إمارة المؤمنين، ولكن أمير المؤمنين يبيع الخمور في مرجان وأسيما اليومين هذا. يعني أمير المؤمنين يحتكر الاقتصاد المغربي، أمير المؤمنين دابا حاليا راه جالس كيدير في في في, في 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 السبيطار كلينيكات في السنغال اللي غادي يداو فيهم أبناء السنغال فابور على حساب الشعب المغربي. والمغاربة ديالنا في الجبال يموتون بالجوع وما يداوهاش. راكم شفتوا الحالة ديال السبيطارات في المغرب؟ هذا هو أمير المؤمنين اللي عندنا حنا اليوم. أمير المؤمنين باغي عشرات المليون ديال السياح الأجانب، فهمتيني؟ وراك شفتي يعني السياحة الجنسية شنو دايرة في المغرب، منوضين ضجة على فيلم يعني من مثل فيلم على الدعارة، ولكن من هو يعني المسؤول الحقيقي عن الدعارة في المغرب هذاك ما كيهضروش عليه. يعني هذه هي إمارة المؤمنين، و يعني يستغلون حتى الدين من اجل يعني تبرير يعني المواقف ديالهم واعطائهم واحد الشرعيه ما اللي اصلا هما يفتقدونها. لان السلطه الدينيه في بلد بين قوسين كنقول اسلامي او مسلم، لان اصلا حتى الاسلام ما بقاش في المغرب، ما بقى غير الاسم، يعني السلطه الدينيه هي اقوى بكثير من السلطة السياسيه. هو جامع لكم السلطة السياسية والسلطة الدينية، يعني متقف كل شيء هو يعني. وهانتوما كتشوفوا حتى المواصفات إمارة المؤمنين ما فيهش يعني، وغيوظف لكم الأحاديث يعني اللي كيبغيوهما والآيات القرآنية اللي كيبغيوهما، كيوظفوهم في المفهوم اللي بغاوهما وليس في المفهوم الصحيح ديالها. ومدجل لك يعني وزارة الأوقاف يعني لاستكلاخ الشعب المغربي أو يعني لا 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 يعني تبرير يعني ما هو يعني يناسبهم هما، لدرجة أنهم أصبحوا يحللون ما يريدون ويحرمون ما يريدون. هذا هو اللي كاين
ملي تقول لهم إمارة المؤمنين والخمور مثلا، واش في إمارة المؤمنين عمركم سمعت شي أمير المؤمنين كيبيع الخمور؟ ما يمكنش. أمير المؤمنين وبلاده تاني دولة للدعارة مكلاسية عالميا. إمارة المؤمنين والقمر والكازينويات والبواط، يعني كله تناقض، يعني لاستغلال الدين فيما هو اقتصادي سياسي بالنسبة لي. وطبعا الشعب المغربي مسكين ضحية، كيبقى دائما هو الضحية، يعني لا في الدين ديالو ولا في الثروات ديالو اللي كتنهب ولا في كل من هي حاجة. تحياتي للجميع.